اوكي، فهلا رح ناخذ مثال على السيكونس، كيف انا ممكن استخدم السيكونس عشان اعمل انسيرت لداتا على التيبل. اول شيء خلينا نشيك على السيكونسز اللي عندنا. فعندنا سيكونسز 12، منهم underscore 1 اللي هي لشعبتكم، ومنهم underscore 2 للشعبة رقم 2. طيب الآن خليني أنا أعمل سيكونس يعني جديدة، هاي create sequence S5، سيكونس اسمه S5 وبس، بدون أي بارامتر آخر، بدون أي property أخرى إلها، فعمل إنشاء لإلها. الآن خليني أعمل إنشاء لتيبل كمان، create table مثلا اسمه table 1، وهذا في النم عبارة عن number of 5، وفيها النيم عبارة عن character of 30 فقط، فيها two fields، فتم إنشاء التيبل. هاي بعمل وصف للتيبل 1، لاحظوا معي انه هذا الوصف اللي لإله. الان خليني اعمل اضافه لداتا على هذا التيبل باستخدام السيكونس اس 5، باستخدام السيكونس اس 5. طبعا اكيد انا الان بحاجه للاتريبيوت او للميثود اللي هي النكست فاليو او النكست فال. النكست فال هي القيمه التاليه للسيكونس، فانسرت انتو اسم التيبل، لانه انا بدي اعمل اضافه للريكورد على التيبل table 1. insert into اسم التيبل values. الان الفاليو انا بدي اضيفها، بدي استخدم الان النم. لاحظوا معي النم عندي بالتيبل 1 عباره عن نمبر، وهذا النمبر انا مثلا بدي اياه رقم متسلسل، فبدي اضيف قيمه عن طريق المتسلسله اللي هي s5، واس5 الان راح تبدا برقم 1، والنكست فاليو بعد 1 راح يكون عندنا 2، بعدين 3 4 5 6، يعني ارقام متسلسله. فالان انا بدي اضيف النمبر عبر السيكونس هاي، فراح استخدم اسم المتسلسله S5 S5.nextVal عشان اعمل انسرشن للقيمه تبعت السيكونس هاي بالفيلد اللي اسمه num، بالفيلد اللي اسمه num اللي هو تابع للتيبل تيبل 1. الفيلد الثاني اللي هو النيم، النيم اللي هو عبارة عن كاركتر اوف 30، فأنا مثلا بدخل عليه الآن انتر. لاحظ معي one row يا created. الآن بعيد كتابة الكود نفسه، لكن بغير على الاسم، بدل علي بخلي طالب ثاني مثلا اسمه يعني كمال، وهي s5.nextval، عمل insertion لإلها للريكورد الثاني. كمان ريكورد الثالث مثلا هبة و s5.nextval انتر، كمان one row يعني created. فهيك الان انا عملت insert ل3 رو. خلينا نشوف الداتا الموجوده بالتيبل، select star from table 1، بدي اشوف الداتا الموجوده بالتيبل 1. فالداتا عندي لاحظوا معي 1 2 3، 1 علي، 2 كمال، 3 هبة. فأنا أضفت قيم النمبر عن طريق السيكونس، اللي هي s5.nextval. فهيك أنا الآن بقدر إني أستفيد من المتسلسلة في عملية الانسيرشن على التابل، وهذا هو الهدف منها، إنك تعمل متسلسلة معينة وبعد هيك أنا راح يعني أستخدمها في عملية الانسيرشن للداتا على التابل. هذا هو الغرض من السيكونس او من يعني من المتسلسله. الان انا بعد ما عملت عمليه الانسرشن للداتا بحاجه اني اعمل جمله كوميت، زي ما حكينا بعد ما تعمل انسرت للداتا وبدك اياها، بدك يتم اعتمادها، تعمل جمله الكوميت. اوكي، فهذا هو موضوع السيكونس، هيك بنكون كملنا. طيب حد عنده اي سؤال يا شباب؟ دكتور يعطيك العافيه. عافاك الله، تفضل. دكتور انا كل ما احاول افوت على ساحه المكتب الى اسبوع بحاول يعني افوت على ساحه المكتب بس ما برضى. ليش؟ ما برضاش. هلا انا اليوم الثلاثاء الماضي ما عطيت ساعه مكتبي، نعم صحيح، بس يوم الاحد انا عطيت،
وكل يوم أحد وثلاثاء رح يكون لنا ساعة مكتبية على الساعة 8 يا حبيب. يعني اليوم إن شاء الله فيه بدي أحل مشكلة البرمجية دكتور، لأنه صراحة تعبت. طيب أوكي خلص، أنت أدخل اليوم الساعة 8 مساء إن شاء الله تعالى، أنا بكون فعلت للساعة المكتبية وبكون موجود إن شاء الله تعالى، واللي بقدر عليه إني أساعدك رح أساعدك. شكرا دكتور، شكرا لك. ولا يهمك يا حبيب، الله يبارك فيك. أنا عشان نتابع معك أكثر. أوكي، لا أنا ما في عندي مشكلة أبداً، بالعكس الساعة المكتبية مطلوب مني ومطلوب منكم، يعني هي لفائدتكم أنتوا، ونحن الآن أسلوبنا كله أونلاين، فتعلم عن بعد، وبالمحاضرة أنا ما بقدر أني أدخل بتفاصيل كثيرة، أشوف شغل الطلاب، أشوف كود لطالب، لكن بالساعة المكتبية بيكون معنا مجال بشوف كود طالب إذا عنده مشكلة معينة، إذا مشكلة بالبرمجية ما في عندي مشكلة نهائيا، بالعكس أنا بالساعة المكتبية هدفها إني أساعدكم فيها. طيب حد عنده أي سؤال يا شباب؟ أوكي طيب الآن خلينا نبلش بموضوع جديد، اللي هو الموضوع راح نحكي فيه من هاي المحاضرة إلى آخر محاضرة إلنا بالفصل. طبعا راح أنا خلال أسبوع واحد بس راح أعطي موضوع الديزاين، لكن باقي الأسابيع راح يكون كلها على الكويريز، كلها على تفاصيل كثيرة بالكويري. فالآن راح نأخذ موضوع جديد اللي هو موضوع retrieving data from single table، إنه بدنا الآن كيف بدنا نكتب كود بحيث أعمل retrieve لداتا من تيبل واحد، إني أعمل retrieve لداتا من تيبل واحد. بعد هيك رح نأخذ موضوع عفواً إنه كيف إني أعمل يعني query بحيث أعمل retrieve لداتا من أكثر من تيبل، لكن الآن بداية رح نأخذ كيف إني نعمل query على single table، على تيبل واحد. الآن الشكل العام عشان نعمل جملة يعني query اللي هي select الكولوم 1، كولوم 2، كولوم 3، إلى آخره from الاونر دوت تيبل نيم، from اونر دوت تيبل نيم. هذا الآن الشكل العام عشان نعمل أي كويري. وفي طبعا عندك تفاصيل، عندنا الان اشياء اخرى ممكن انا اضيفها على يعني على الكويري، زي جمله الوير اللي فيها السيرش كونديشن وعندنا الجروب باي والهافينج الى اخره. وهذا جمله الوير طبعا جمله اوبشنال. الان الشيء المطلوب منا دائما لما نحن نعمل اي كويري select from هاي إجبارية، إذا ما وضعت واحدة منهم بيعطيك إيرور، بيعطيك خطأ. ما بعد from في عندك خيارات تانية لكنها optional، لكنها اختيارية، زي الوير، زي الجروب، زي الهافينج إلى آخره. الآن أنا عشان أعمل retrieve لكولومز بحاجة نحدد اسم الكولوم، اسم الفيلد. فأنا مثلا هنا بعمل select للكولوم الأول، الكولوم الثاني، الكولوم الثالث، بتحدد أسماء الفيلدز اللي أنت بدي تعمل selection لإلها. أو إذا أنا بدي أعمل selection أو retrieving لكل الفيلدز بعمل select star، فهيك بعمل لي retrieve لكل الفيلدز. الآن from بضع فيها اسم التابل، إنه أنا بدي أسترجع الفيلدز أو بدي أسترجع كل الفيلدز من أي تابل من أي جدول، فبتحدد اسمه هنا عن طريق from، بتحدده باسم التابل ومسبوق باسم الأونر، مسبوق بالأونر اللي هو المالك، أو صاحب هذا التابل أو اللي أنشأ هذا التابل. فطبعاً نحن لحد هلأ ما كنا نضع from الأونر دوت تابل نيم، لا أنا كنت أعمل مثلاً select star from std، لأنه std كان اللي أنشأه اللي هو اليوزر تبعي، اللي هو اللي أنا فايت عليه، يعني أنا فايت على يوزر ال hr، وأنا جوات اليوزر الـ HR عملت تابل اسمه STD. فبالتالي لما بدي أعمل يعني query أسترجع بعض الفيلدز أو كل الفيلدز من هذا التابل اللي هو STD، كنت أعمل select star from STD، ما كنت أضع اسم الأونر لأنه أنا داخل على نفس اليوزر،
لأنه أنا داخل على نفس اليوزر. بينما إذا أنا داخل على يوزر الـ HR بدي أشوف تابل واحد أعطاني الصلاحية إني أنا أشوفه، زي ما حكينا في المحاضرة اللي recorded، في عنا إعطاء الصلاحية اللي هي الجرانت، وعندنا إلغاء الصلاحية اللي هي ريفوك. فإذا administrator أعطاني الصلاحية إني أنا أشوف تابل تاني، فهذا التابل التاني اللي أنا بدي أشوفه لما بدي أعمل عليه الكويري لابد إني أكتب from اسم الأونر، الأونر تبع التابل اللي هو اليوزر اللي أعطاني الصلاحية اللي أنا عشان أشوفه dot table name. بينما إذا أنا أنشأت تابل بيوزر معين، بهذا اليوزر أنا عشان أعمل أكس على هذا التابل ما في داعي إني أكتب اسم الأونر dot table name. طيب خلينا الآن أعرض الكودينج. أوكي الآن أنا بدي أعمل شو لليوزر، فأنا داخل يوزر الـ HR وبدي أعمل retrieve للتابل name from user tables. فعندي أنا الآن مثلاً الـ STD، هذا تابل موجود على اليوزر الـ HR اللي أنا فايت عليه. فأنا الآن بقدر أني أعمل select star from STD بحيث أشوف كل بيانات هذا التابل. لاحظ معي أعطاني نورو، وبقدر أني أعمل التالي select star from hr.std from hr.std، كمان بقدر أني أضع اسم الأونر دوت اسم التابل، كمان راح يعطيني نفس النتيجة بس ما أعطاني عليه إيرور، ما أعطاني عليه إيرور، بحكي للتابل ما في داتا، بحكي للتابل ما في داتا. بينما لو أنا الآن بدي أعمل أكسس على تابل تاني، تابل مو أنا أنشأته، مش اليوزر الـ HR أنشأه، أنشأه مثلاً يوزر مثلاً اسمه H1، يوزر اسمه يعني H1، فبالحالة هاي بعمل select star from اليوزر اللي أعطاني الصلاحية إني أنا أشوف التابل مثلاً H1 dot اسم التابل تابل name. هيك أنا الآن بقدر أعمل أكسس على التابلز تبعون اليوزر H1 بشرط انه هذا اليوزر يكون عطاني الصلاحية اني اعمل اكسس على التابلز اللي لقيله. فبالتالي اسم الاونر تبع التابل احيانا ما في داعي انك تحطه اذا انت بدك تعمل اكسس على تابلز انت انشأتها من اليوزر اللي لقيلك، بينما بدك تعمل اكسس على تابلز انشأها يوزر تاني مش يوزرك، فبالحالة هاي انت مضطر انك تستخدم الاسم الاونر دوت اسم التابل. طبعا الـ H1 أنا هذا كان مثال فراح يعطينا عليها إيرور هلا. طيب فهذا هو الآن موضوع أو كيف إن الآن أكتب كيف إني أكتب الكود بشكل عام عن طريق اسم التابل، اسم الأونر دوت اسم التابل. أوكي طيب الآن أوكي عندي الآن كمان بقدر إني أستخدم الكود التالي select distinct of الفيلد نيم from تابل نيم. distinct معناها عطيني القيم الفريدة، عطيني القيم الفريدة، يعني إذا في قيم متكررة عطيني إياها لمرة واحدة، إذا في قيم موجودة لمرة واحدة عطيني إياها، إذا في قيم موجودة لأكثر من مرة عطيني اليونيك فاليو اللي لإلها. distinct يعني عطيني القيم الفريدة. إذا عندي مثلا يعني مثلا أنا عملت select the distinct لل name لاسم الطالب، إذا عندي طالب اسمه علي، عندي أكثر من طالب اسمه علي، يعني مثلا عندي ثلاث طلاب اسمهم علي، ف distinct للname بيعطيني علي واحد، ما بيعطيني أكثر من علي. إذا عندي أربعة طلاب اسمهم يعني محمد، فهي distinct برجع لي محمد واحد بس، إنه برجع لي القيمة الفريدة. إذا القيمة فيها أكثر من تكرار، أكثر من موجودة لأكثر من مرة، فdistinct بيعطيك إياها لمرة واحدة. هذا هو الفانكشن distinct، هذا هو الفانكشن distinct. طيب خلينا الآن نأخذ عليها مثال. الآن بدنا نبلش بالتابلز تبعون الـ HR. الـ HR الآن أول ما تنزلها راح تلاقي عندك مجموعة تابلز اللي هم regions, locations, departments, jobs, employees,
اوكي خليني اعلم عليهم. هاي الريجنز لوكيشنز وديبارتمنتس وجوبز امبلويز والجوب يعني هيستوري، هذول عباره عن سته. اوكي هم اظن سته تيبل تمام. هذول التيبلز بيجوا مع الـ مع اليوزر الاتش ار. فاي طالب الان بيشتغل على البرمجيه اللي انا عم بشتغل عليها راح تلاقي عندك هذول التيبلز. الان مبدئيا انا راح اشتغل على تيبل اسمه امبلوي. انا الان راح اشتغل على تيبل اللي اسمه امبلوي امبلويز اللي اسمه يعني امبلويز. تفضل يا عمر. دكتور انا عاملها سيستم، بزبط نفس الاشي ولا بختلف؟ انت عامل داخل على السيستم. طيب عم تشوف التيبلز ريجنز ولوكيشنز وديبارتمنتس؟ هلا بعملها ثواني. شوف اذا بتقدر يعني تشوف التيبلز هي او لا. عندي أشياء مختلفة. مختلفين؟ طيب دقيقة شوية. أنت داخل أنت الآن أنت عامل انستولاشن البرمجية اللي أنا حطيتها لكم صح؟ طيب أوكي خليني أنا أدخل على اليوزر. connect system 1 2 3 4. دخلت على السيستم. طيب select table name from user تابلز. والله بالصحن هناك هلا بدي اشطف معنا انه هن بيحملوا كهربل. يا شباب يا صباحي معلش اللي بيفتح المايك انتبه انك فاتح المايك او لا. طيب طيب انا ما ظني اني شفت التابل. اوكي طيب خليني الان انا اشوف التابل تبعون الاتش ار. هي ديسكرايب ديسكرايب للاتش ار دوت امبلويز. اوكي تمام هيك الان انا وصفت التيبل hr.employees. فهيك الان يا عمر واي طالب الان اذا انت داخل على اليوزر اللي سيستم بدك تشوف التيبل employees التيبل employees اللي تابع للhr. فانا هيني عملت وصف للتيبل الامبلويز لكن سبقته باسم الاونر لانه هذا التيبل employees تابع لليوزر الhr. وأنا الآن داخل على اليوزر سيستم. أنا الآن داخل على اليوزر سيستم فعملت وصف للتابل الامبلويز اللي هو تابع للأتش آر. فكتبت الكود hr.employees اللي هو الowner.tablename الowner. اسم التابل. الآن إذا أنا بدي أشوف الفيلدز بهذا بدي أشوف الروز بهذا التابل اللي هو التابل employees بعمل select star from hr.employees اللي حكينا عنها هلا انه انا شكل عام عشان اكتب اي يعني كويري select column name والفروم اسم الاونر دوت اسم التابل. فهيك الان انا بشوف كل في كل الروز الموجودين عندي بهذا التابل اللي هو التابل employees اللي تابع يعني تابع للhr. فهذا التابل فيه 107 رو. هذا التابل فيه 107 رو. اوكي طيب الان خليني انا ارجع لليوزر السابق اللي هو كونكت hr 1 2 3 4. اوكي الان مره ثانيه راح اعمل وصف للامبلويز. اوكي الان خليني اعمل ريتريف للفيرست نيم وللاست نيم. اوكي خليني اعمل ريتريف للفيرست نيم. ف select the first name from employees. بدي اعمل retrieve لل first name من التابل اسمه employees وهذا التابل موجود على اليوزر ال HR موجود على اليوزر ال HR. فهيك الان اعطاني اسماء ال first name اللي هم 107 first name 107 first name لانه انا عندي بهذا التابل 107 رو. عندي بهذا التابل 107 رو 107 رو. طيب الان خليني انا اعمل تفضل يا
ممكن بس دقيقة ترجع لفوق عشان نكتب الملاحظة. أوكي. هون ولا وين يا عمر أو أحمد؟ هون دكتور، ثواني بس. أوكي زكريا. دكتور بس أكتب first name بيعطيني error. هلا انتبه إنك كاتبها صح. كاتبها صح. وقبل ما تكتبها حاول تعمل وصف للتابل، تأكد إنه التابل قادر إنك تشوفه أنت. عملت وصف. تمام. طلع لك يعني. الفيرست نيم عندي كابيتال، معقول عشان هيك؟ لا 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 لا، بالكودينج كتبت الفيرست نيم كابيتال أو سمول أو ميكسينج ما في مشكلة، بيكون عندك حرف ناقص. تفضل يا عمر. دكتور هسه لاني انا شغال على السيستم بس بعمل hr.employees وبجيب لي اياه. مزبوط طبعا بالضبط. تمام. بس هلا انت هيك اي تيبل بدك تعمل عليه اكسس يعني تيبل تابع للاتش ار، بدك تسوي عليه اكسس بدك تسبق اسم التيبل بالاتش ار على طول. تمام. طيب اوكي. الان شباب بدي اعمل انا ريتريف للديستينكت فيرست نيم. ديستينكت الفيرست نيم يعني الفيرست نيم، اذا في فيرست نيم بتكرر اعطيني اياه لمره واحده. إذا مش متكرر تمام أعطيني لمرة واحدة أكيد. فيا distinct للفيرست نيم يعطيك الديستينكت الفيرست نيم الفريدين اللي يعني اللي متكرر أكثر من مرة يعطيك إياه لمرة واحدة فقط. طيب هاي select distinct of first name from employees. بدي أعمل retrieve لل distinct first name من التابل اللي اسمه employees. فأعطاني 91 رو. سابقا كان عطيني 107 رو. فبالتالي أنا الآن عندي 91 unique first name. في first name متكررين أعطاني إياهم لمرة واحدة فقط. فهذا هو ال distinct. أرى قلبك والله تطلع شوي نشوف الكود. أطلع لفوق. أوكي نشر. أوكي هي الكود. دكتور. تفضل. هسا ال first name اللي مش متكررات بميز لي إياهم عن بعض ولا لا؟ هسا هو رجع لي كل إنه مرة واحدة بس. بالضبط. هنا الآن عمل ريتريف لأي فيرست نيم اللي متكرر عطاني مرة، والموجود مرة واحدة عطاني إياه كمان. بقدر يعني أميز بيناتهم؟ يعني في إشي بقدر أحطه عشان أميز بيناتهم شو اللي كان متكرر أصلاً؟ هلأ بدك تميز بيناتهم، يعني قصدك المتكرر ومش متكرر. يبين عندك المتكرر وبين عندك الغير متكرر. هلأ بالجروبينج بزبط معك بالجروبينج، انك تعمل جروبينج بناء على الفيرست نيم، وبعد هيك تعمل فلترة على عدد الاليمنت بالجروب. يعني مثلا بدي انا الان اللي اسمه بتكرر 3 مرات او اكثر، نعم بتقدر تعمل جروبينج بناء على الفيرست نيم وتحط شرط بالهافينج انه يكون متكرر 3 او اكثر، تقدر تعمل فلترة لهم. نعم تمام دكتور. بس هذا الاشي متقدم، هذا الاشي رح نحكي عنه يعني لبعدين، هو موضوع الجروبينج. طيب الان خلينا ناخذ مثال اخر. الان خلينا نحكي على التابل. تفضل يا ايمن. تفضل دكتور. هسه هو اذا كان في اسماء مثلا سمول لتر وكابيتال لتر بس نفس الاسم راح يعطينا اياه ديستينكت صح؟ هلا دقيقة شوي. هلا لما يكون عندك small letter أو capital letter يعتبروا different names. بالضبط. راح يعطينا إياهم الاثنين كdistinct يعني. بالضبط طبعا أكيد. لأنهم أسماء مختلفة، لو عندك علي capital وعلي small هذا يعتبر اسم وهذاك يعتبر يعني اسم آخر. بس إنه بقدر أدخل اللور والأبر مثلا عشان أحل المشكلة هاي صح؟ بالضبط اكيد. اوكي. واصلا احنا رح ناخذ فانكشنز بعدين على التكست، انه لما تدخل الداتا بتقدر انك تستخدم
initial capital. Initial capital إنه يكون أول حرف من الاسم capital letter والباقي small letter. آه يعني سواء أنت دخلتها بأي طريقة هو بيحول لك إياها لinitial capital في function إنه أول حرف capital والباقي small. زي ما هي هلا الأسماء عنا لاحظ معي كلياتها initial capital أول حرف capital والباقي small. عشان لما تعمل search على اسم ما تصير عندك يعني مشاكل بالcapital letter أو small letter. تمام دكتور شكرا. ولي همك يا أيمن. طيب الآن خلينا شباب نشوف تابل تاني اللي هو تابل ديبارتمنتس. يعني أنا مبدئياً رح أبلش بالأمثلة على two tables اللي هم الامبلويز وديبارتمنتس. الآن خليني أعمل وصف لإله ديبارتمنتس. التابل اسمه ديبارتمنتس تابع للHR user ديبارتمنتس. فبالديبارتمنتس عندي الفيلدز اللي أمامنا ديبارتمنت ID, ديبارتمنت نيم, مانجر ID ولوكيشن ID. أربعة fields للtable departments. الآن خلينا نعمل retrieve للداتا من هذا التابل. select star from departments. فdepartments table خفيف لطيف في 27 row. في 27 row. هاي الرو تبعت التابل departments. عندي department ID رقم القسم. عندي department name اسم القسم. وعندنا المانجر اي دي رقم المدير تبع القسم. وعندنا اخيرا لوكيشن اي دي اللي هو اللوكيشن تبع الديبارتمنت موجود وين. اوكي طيب الان سؤال, لو انا بدي اعمل ريتريف للديستينكت ديبارتمنت اي دي, ديستينكت ديبارتمنت اي دي توقعاتكم راح يعطيني كم رو؟ صفر دكتور. 27 27 لأنه مش ممكن أنه يتكرر لأنه برايمري كي, لأنه برايمري كي بالضبط. فقيمهم كلها يونيك, واضح أنها يونيك 10 20 30 إلى 270. فديستينكت للديبارتمنت آي دي رح يعطيني 27 رو. خلينا نجرب هاي سيلكت ديستينكت أوف department ID from departments distinct لل department ID from departments. يعني أكيد الآن إذا أنا بدي أستعمل function distinct على primary key رح يكون على الفاضي. إذا بدي استعمل الديستينكت على البرايمري كي راح يكون فاعل فاضي, لأنه ديستينكت بختصر لك أي قيم متكررة والبرايمري كي ما في قيم يعني متكررة. فبالتالي في هذا المثال هو التابل أصلاً فيه 27 رو. وإذا بدي أطبق هذا الكود اللي هو ديستينكت للي ديبارتمنت آي دي كمان راح يعطيني 27 رو, لأنه أنا عامل الديستينكت على البرايمري كي فأعطاني 27 رو. أعطاني 27 رو. أوكي طيب الآن سؤال آخر, إذا أنا بدي أطلع distinct للlocation ID, distinct للlocation ID توقعاتكم راح يعطيني كم رو؟ distinct للlocation ID 5 دكتور. 5 هاي عندنا 1700 كلها واحد, وهي 2 3 4 5 وهي 6 سبعة. الاحتمال يكونوا سبعة حسب العدد اللي عندنا. طيب خلينا الآن نجرب, ممكن يطلع سبعة أو ستة لأنه 1700 هاي بنختصر كمية كبيرة من البيانات. طيب هاي select distinct of manager ID, distinct لل manager ID from departments, distinct لل manager ID from departments. الآن توقعاتكم تطلع سبعة, نشوف. أعطانا 12 رو. أنا المانجر ولا للوكيشن, سوري للوكيشن اي دي. أنا طلعت على فيل تاني للوكيشن اي دي. نحن للوكيشن اي دي distinct للوكيشن اي دي, distinct للوكيشن اي دي أعطانا 7 رو. تمام أعطانا 7 رو. أعطانا 7 رو. أوكي الآن أظن صار المفهوم للفانكشن هذا واضح لإلكم. الآن آخر ملاحظة بدي أحكيها عنه, إياك تضع الديستينكت مع فيلد آخر. يعني كيف؟
الآن أنا مثالنا هذا طلعنا distinct location ID، بدي أطلع مثلاً ال department name. إياك إنك تضع distinct لفيلد بالإضافة لفيلد آخر، بالإضافة لفيلد آخر. وضعنا للفيلد الآخر هذا خرب عمل distinct، خرب عمل ال distinct، لأنه كل الأمثلة السابقة أنا كنت عمل retrieve the distinct of one column بس، ما كنت أضع another field، لا كنت أعمل distinct لفيلد واحد. لأن خلينا نجرب، إذا عمل distinct لفيلد وإضافة إلى ذلك وضعنا field ثاني، هون عم بعمل retrieve the distinct of location ID و the department name. نشوف الآن إيش ممكن يعطينا. لاحظ معي عطاني اللوكيشن اي دي وعطاني الديبارتمنت نيم، والديستينكت كانه ما نفذها، الديستينكت كانها ما تنفذت، لانه هو عطاني الديبارتمنت نيم، عطاني الديبارتمنت نيم، والديبارتمنت نيم مختلفين عن بعض، مختلفين عن بعض، فبالتالي عمل كريتيف لهم وعطاني اللوكيشن اي دي وكانه ما في ديستينكت عليه. فاذا انت بدك تطبق الديستينكت ما تحطها مع انذر فيلد، ما تحطها مع فيلد ثاني، لا خليها لوحدها، خليها فقط لوحدها عشان تتنفذ الديستنكت. هاي اخر ملاحظه لنا على هذا الفانكشن. طيب الان خلينا نرجع لنفس التابل select star from departments. طيب شباب لحد الان حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال دكتور؟ بس إذا بدي مثلاً الديستينكت للوكيشن آي دي، نعم، مع الديبارتمنت نيم تبع كل واحد الديستينكت تبعها ما بزبط؟ هلا بدك تطلع ديستينكت مع ديستينكت، ما أظن إنه راح يزبط إلا إذا بتعمل بيناتهم يونيون، بس هذا إشي آخر. هذا إشي ثاني. يعني أنت أصدق مثلاً الديستينكت distinct لللوكيشن اي دي، يعني انت هلا شوفه حسب التيبل اللي عندك يا ايمن. هي التيبل حسب التيبل ما بزبط اصلا بالضبط، يعني هي كان لوجيك بدنا نطلع distinct لللوكيشن اي دي، اوكي طلعنا distinct لهم طلعوا سبعة، بدك تطلع distinct مثلا للديبارتمنت اي دي فراح يكونوا 27، فكيف راح تعمل ميكسينج بيناتهم؟ فيعني ما في ميكسينج، فراح يعطيك 27 رو بالاخير، فالديستينكت للوكيشن اي دي كانها على الفاضي. مزبوط، لانه كلوجيك يعني راح تلاقيها شويه صعبه. اوكي طيب الان شباب موضوعنا التالي هو موضوع الاز نال والاز نوت نال. خلينا الان نعمل ريتريف ستار فروم ديبارتمنتس، نعمل ريتريف ستار فروم يا ديبارتمنتس. فديبارتمنتس فيها الفيلدز بالذات الاتيه. لاحظوا معي انه في عندي المانجر اي دي، في بعض الاقسام لهم مانجر اي دي، في اقسام اخرى ما لهم مانجر اي دي. فالان انت احيانا بتضطر انك تعمل كويري تضع فيه شرط اللي هو از نل، او شرط اللي هو از نوت نل. اما انا بضع شرط از نل، از نل يعني رجع لي القيم الفارغه، رجع لي القيم الفارغه. يعني مثلا بدي الان اعمل ريتريف للديبارتمنتس اللي لهم مانجر اي دي، اللي إلهم مانجر اي دي، اللي إلهم مانجر اي دي بحط شرط عند المانجر اي دي انه از نوت نل، انه از نوت نل، انه له مانجر اي دي از نوت نل. بينما اذا انا بدي اعمل ريتريفينج للديبارتمنتس اللي ما إلهم مانجر اي دي، اللي ما إله مانجر اي دي زي هذول، هذول ما إلهم مانجر اي دي، فبضع شرط عند المانجر اي دي انه از نل، بضع شرط انه إذنل. اوكي فالان خلينا نعمل ريتريفينج للديبارتمنتس اللي ما لهم مانجر اي دي، اللي ما لهم مانجر اي دي سيلكت ستار. اوكي خليني اعمل ريتريف للديبارتمنت نيم والديبارتمنت، للديبارتمنت نيم وللمانجر اي دي، ديبارتمنت نيم كوما مانجر اي دي، ريتريف للديبارتمنت نيم والمانجر اي دي فروم تيبل اسمه ديبارتمنتس، ديبارتمنتس
والآن بما أنه أنا بدي أضع شرط، الشرط بالكويري بضعه في جملة الوير، الشرط بالكويري بضعه في جملة الوير، فبكتب وير، والوير بتكون بعد الفرام، الوير بتكون بعد الفرام، فعندنا select أول إشي، بعدين from، بعدين الوير، والوير بضع فيها الشرط، أي شرط على الداتا بضعه بجملة الوير. الآن أنا هنا زي ما حكينا بدنا نعمل يعني query يسترجع department name والmanager ID لكل الـ departments اللي ما إلهم manager ID، اللي ما إلهم manager ID. فالشرط عندنا إنه manager ID is null، الشرط عندنا إنه manager ID is null، فإذا where manager ID is null، where manager ID is null، هذا هو الشرط. استرجع لي الداتا من التابل اسمه departments بشرط انه المانجر اي دي نل، مانجر اي دي نل. طيب الان نعمل run، لاحظوا معي اعطاني 16 رو، اعطاني 16 رو، البيرول ريكروتينج ريتيل سيلز جوفرمنت سيلز، هيون بيرول ريكروتينج ريتيل سيلز جوفرمنت سيلز، هذول كلهم ما لهم مانجر اي دي، فاعطاني اياهم اللي هم 16 رو، اللي هم 16 رو من اصل 27، من اصل 27. الان ممكن انا اعمل كويري اخر، اعمل كويري العكس انه استرجع الديبارتمنتس اللي لهم مانجر اي دي، اللي لهم مانجر اي دي، فبالحاله هي اوكي خليني اعمل اديت، والكود نفسه لكن بضيف is not null، فنفس الكود select your department name manager ID from departments where manager ID is not null، where manager ID is not null يعني رجع لي ال departments اللي إلهم manager ID، اللي فيهم قيمة للmanager ID سواء قيمته 10 6 7 0 سالب واحد سالب اثنين، أي إشي إله قيمة هذا بيكون نت نل، يعني في فاليو هذا بيكون نت نل، إذا ما في فاليو، إذا ما كان في قيمة مدخلة هذا يعتبر نل، هذا يعتبر نل. طيب الآن برأيكم راح يعمل ريتريف لكم رو؟ 11. تمام أحسنتي مجدي، راح يعمل 11 رو، راح يعمل ريتريف ل 11 رو لأنه كان عندنا بالتابل 27 رو، كان عندنا بالتابل 27 رو، الإزنل عمل ريتريف ل 16 فظلص 11 زي. فباقي عندنا 11، الباقي عندنا 11. طيب هي باك ستاش انتر اعطانا 11 رو، ادمنستريشن ماركتنج بيرتشيسينج الى اخره، اتش ار لاحظوا معي ادمنستريشن الها مانجر اي دي، الماركتنج البيرتشيسينج الهيومن ريسورس الى اخره، هذول الديبارتمنتس اللي لهم مانجر اي دي، فهذا هو الشرط الاز نت نل، رجع لي الشرط الاز نت نل. طبعا اكيد الان احنا بنقدر نعمل شروط اخرى، مثلا استرجع الديبارتمنتس اللي لهم مانجر اي دي رقمه اكثر من 200، استرجع الديبارتمنتس اللي لهم مانجر اي دي رقمه اكثر من 200، ف select star from departments where المانجر اي دي، where المانجر اي دي اكبر من او يساوي 200، أكبر من أو يساوي 200، هيك بعمل ريتريف للي ديبارتمنتس اللي إلهم مانجر آي دي قيمته أكبر من أو يساوي 200. برأيكم راح يعمل ريتريف لكم رو؟ 5 6 5 دكتور 5. طيب بنعدهم، هاي عندنا 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5، مطلوب يعمل ريتريف لخمسة رو، انتر هي اعطانا 5 رو، اعطانا 5 رو، ادمنستريشن ماركتنج اتش ار بابليك ريليشنز اكاونتنج 5 رو. طيب خلينا نعمل شو سوري سيت للفيدباك بتساعدنا كثير، هاي لون
اوكي طيب الان خليني اعمل ريتريف للعكس اللي هي select star from departments where المانجر ID أقل من 200 where المانجر ID أقل من 200 سابقاً أكبر من أو بساوي 200 أعطانا 5 وعندي أنا 11 رو مطلوب يعطينا كم هلأ؟ كم رو؟ 6 مطلوب يعطينا 6 رو طيب بيعطينا القيم اللي فيها نل فالي للمانجر اي دي؟ لا يعني هذا ال... يعني هذا الكويري اللي هو المانجر اي دي اقل من من 200 اذا بدي اروح للتيبل يا ديبارتمنت سي التيبل ديبارتمنتس عندي المانجر اي دي هيون هذول لهم قيمه للمانجر اي دي وعندي روز ما لهم قيمه للمانجر اي دي قيمتهم نل فلما احكي اقل من 200 هل بيجيب لي النل فاليو للمانجر اي دي؟ لا دكتور النل مش موجوده بالضبط النل فاليو ما بيجيب لي اياها النل فاليو ما بيجيب لي اياها اقل من 200 ما بيجيب لي النل فاليو واكبر من 200 ما بيجيب لي اياها للنل فاليو اللي بيجيب لي اياها للنل فاليو للشرط اللي حكينا عنه من شويه اللي هو از نل فبالتالي الان هذا الشرط راح يرجع لنا هلا 6 رو اللي هم 1 2 3 4 5 6 6 رو طيب هي انتر اعطانا 6 رو اللي هم اللي ديبارتمنتس اللي لهم مانجر اي دي اقل من 200 اللي لهم مانجر اي دي اقل من 200 طيب اوكي شباب حد عنده اي سؤال لحد هلا حد عنده اي سؤال